يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قرأت في تفسير ابن كثير أن إبليس من أكرم وأفضل وأعظم الملائكة، فكيف ذلك والله سبحانه يقول كان من الجن؟ لا، ليس من الملائكة، لكن يقولون إنه عابد عبد مع الملائكة، تعبد معهم، وهو ليس من جنسهم، ليس من جنسهم. هذا قول فيه نظر. نعم.